عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم Music and Food. اليوم عندنا واحد الدرس مهيب بزاف، وبالأخص الدراري والبنات اللي بغاو يخدموا للجاز. هذه هي الفرصة. علاش؟ حيت اليوم غادي نخدموا لزاكور ريش اللي كنزيدوا فيهم نافيام، وغادي نخدموا لاباس اللي غادي نديروا لها والكين بايس، سيتادير هذه غتلعب في شكل وهذه غادي تلعب في شكل، وهذه هي أساس الجاز والموسيقى ان جينيرال. يلا هو معايا تتويت. اول حاجة باش نفهمكم، راه الكاميرا دورتها واحد شوية لجيت لباس، حيت هالدرس غادي يكون فيه شوية ديال لزاكور ولباس أكترية. غادي نحاولو نخدمو لسرية بزاف، داكشي علاش هاد الضو هادي هي سي دو، كيما كنقولو لها بفرنساوية دو دو. اوكي، اول حاجة غادي نبنيو على اربعة ديال لزاكور. غادي نديرو دو ولا مينور و ري مينور و صول. هاد لي زاكور هما سامبل، لا باس دو و لا مينور، ري مينور و صول. اوكي، هاد لي زاكور غادي نحاولو نريشيوهم باش يوليو يتسمعو واحد شويه حلوين. اش غادي نقدروا نديرو؟ غنقدروا نديرو دو ناف. دو ناف عطيتها لكم في الدروس الاولى، فيها دو اي مي سي لا تييرس، سول لا كانت، اي سي سي لا ماجور سات، اي ري c'est la 9e. Donc 9e c'est ré. Donc غادي نلعبوها هنايا. sol c'est la quinte ديال دو، si c'est la majeure 7 et ré c'est 9e. Donc عندنا دو 9 هنا et la basse fondamentale غادي تلعب دو. هذا لاكور الاولاني. لا مينور نف، اشنو غادي نديرو؟ لا مينور نف، لا مينور نف عندنا لا دو سي لا تييرس مينور تاع لا، اي مي سي لا كانت، سول سي لا سيتيام، اي بوي سي سي نافيام. دونك غادي نلعبوها هنايا. عندنا سول سي لا سيتيام ديال لا، سي سي نافيام ديال لا، دو سي لا تييرس مينور ديال لا، اي مي سي لا كانت ديال لا مينور. هنا عندنا لا مينور ناف. من بعد عندنا ري مينور ناف. ري مينور ناف فيها غي، fa c'est la tierce de ré mineur, la c'est la quinte, do c'est septième et mi il y a neuvième. Donc on va la boire هنا. من بعد عندنا sol neuvième. Sol neuvième اش فيها؟ sol si la tierce ديال سول ماجور، ري سي لا كانت، الفا سيتيام، ولا هي نافيام. دونك غادي نلعبوها هنايا.
اوكي دابا غادي نحاولوا نخلقوا واحد الريتم، والريتم اللي غادي نخلقوا هو ان سوينغ باش يولي داك الشيء شويه جازي كما كتعرفوا النافيام وداك سبيد كلهم كيكونوا في الجاز. دونك غادي نحاولوا نديروا ريتم جاز ولا كما كنقولوا شافل. الريتم سوينغ او لا شافل كنلعبوه ديما بحال هكذا. لا باس كتلعب ا باك بابم بابم سيتادير 2 3 2 1 2 3 فوالا. الوغ عندنا دو ناف لا مينور ناف ري مينور ناف سول ناف غادي ديروها بحال هكذا هادي اول حاجة وخصكم ولا بدا ديروها مع المترونوم. اوكي دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نخلقو غيتم، والغيتم كيما كتعرفو كديرها لا باتري او لا باس. حنا في البيانو عندنا لي باس هنايا فوالا. دونك ديما كنلعبو لي باس بالكوشية وهي اللي كدير لينا الريتم. دابا غادي ندير واحد الريتم ديال لا باس اللي كنسميو والكين بيس. والكين هي كتمشى لا باس، لا باس غادا سارحة كيما كتعرفو في الجاز ديما كيكون الباس صغير. فوالا هذا كيتسمى والكين بيس. كاينين بزاف طرق ديال والكين بيس كي كتلعب. حنا اليوم غادي نديرو والكين بيس تكون شويه سهله باش نمشي معاكم بشويه بشويه ان شاء الله حتى نوليو نطيرو. الوغ بروميير والكين بيس اللي غادي نديرو غادي نلعبو دو، ولا بوزيسيون غتكون ديما بحال هكذا. تحاولوا ديما تكون لا باس اللي غتكون فوندامونتال تكون بهاد الصبع، وديما تكون لاكانت تكون حافظ عليها وواقف حداها، اي بيان سور دو الاخرى ديما الباسيس كيلعب. دونك ديما كيلعب دو ولاكانت ولوكتاف. اوكي الوغ بوزيسيون ديال لا مان غوش كتكون ديما بحال هكذا. إذا كنتي غتلعب الله كتجيب لها هكذا ري اي سول دو لا ري. اوكي الوغ والكين بيس اللي غادي نلعبو اليوم هي على هذا الشكل. غادي نلعبو دو سول دو. ابخي عندنا لا مينور، ولكن قبل ما نلعبوا لا مينور غادي نمشيو نقلبوا على ان دو ميتون ديالها هي السول دياز. فوالا باش كنربطوا الله. الوغ عندنا دو سول دو سول دياز. والكمالة كنديرو لها بحال هكذا. كنمشيو للأوكتاف الغليظة. عندنا 1 2 3
4 1 2 3 et 4 غادي نمشيو للري مينور الوغ من بعد كنبغيو نمشيو للري مينور كنقلبوا على نوطة اللي قبل منها بان دو ميتو هي الدو دياز الوغ Ré, La, Ré, La, Ré. L'octave, ça. Après, on va dire au Sol. Et après, on va dire au Sol. On va dire le calbo à la monta qui est avant nous. Il y a le Fa dièse. Et après, on va dire l'octave, ça. Alors, on va dire le calbo. من بعد غادي خصنا نمشيو للدو الى بغينا نمشيو للدو غادي نقلبوا على النوطة هي السي ا دو ميتو دابا غادي نديرها لكم بالتيمبو وغادي تسمعوها كيفاش غتعطي 120 فوالا دابا غادي نحاولوا نلعبوها مع الليبنيه لا باس غتلعب لينا الريتم والوالكين ديالها والليبنيه غادي تلعب با با ام با ام با ام alors c'est à dire دابا غادي نلعبها لكم بتيمبو 120 باش تفهموا الحلاوة ديالها 1 2 1 2 3 4 ويمكن لكم تختصروا كاع من هاد لي كاتر اكور اللي هما دو ناف لا مينور ناف ري مينور ناف اي سول ناف تقدروا ديروا غير جوج تاع لي زاكور ويعطيوكم نفس الاكورات سمعوا معايا بالضبط تقدروا ديروا دو ماجور ناف أو في بلاس لا مينور غادي نخليو نيت دو ماجور ناف وغادي نمشيو ري مينور ناف وغادي نبقاو في ري مينور ناف لا باس اللي كتبدل ركزوا معايا حلوين لا دابا غادي نلعبوهم حتى هما بالوالكين بيس ،
شفتوا معايا أربعة ديال الأكورات كانوا بوفرية ورجعناهم ملتي ملياردير. هنا باش تعرفوا الجاز ما كاينش اللي يقول لكم صعيب، غير هما خاصكم تقلبوا وتبحثوا على لي نوت وكل شيء غادي يجيكم. دونك هادشي اللي كان في هذه الحلقه، كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا وتخدموا معايا بزاف، واكثريه سمعوا سورتو اللي بغى يلعب الجاز يسمع يسمع وعاود يسمع، هذا هو الاساس ديال الخدمه ديال الجاز. عزيزي عزيزاتي، كنتمناكم تكونوا على خير، والى الحلقه القادمه ان شاء الله.